ممتاز سأسبقه. ووه رأيتم؟ إن شاء الله سأستطيع الفوز على أولى الأشخاص لأنهم نوبز. ابتعد ابتعد. جيد الحمد لله. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبات GTA 5 أونلاين. سنقوم اليوم إن شاء الله بلعب بعض من السباقات، وهيا لكي ننطلق. 3 2 1 بوم. كان عندي لاج يا شباب، إذا لاحظتم تلك الأرقام لقد نزلت بسرعة، وهذا كله بسبب اللاج. الآن يجب علينا التركيز وإن شاء الله سنفوز. يا أصدقاء يا مركز 7 جميل. هي البوست. Let's go. ممتاز. غير العجلات. جيد. حسنا. مرة أخرى البوست. غير العجلات. جميل جدا. مركز الرابع. Let's go. صراحة السباقات فهي من بين الأشياء المميزة التي تعجبني كثيرا في GTA Online. إذا دخلت GTA Online فأنا لا ألعب كثيرا المهام، لأنه لا يوجد عندي فريق رسمي أقوم باللعب معه، وأغلب الأشخاص الذين أعرفهم فإنهم لا يلعبون GTA 5 في نفس الوقت الذي ألعب فيه أنا GTA 5. لذلك يا أصدقاء، مع الأسف شديد فإن الأوقات تختلف عند كل شخص، لكن أفضل شيء أحبه هو لعب سباقات لوحدي لأنها مميزة كثيرا، وكذلك ربح المال فيها فهو لا بأس به. جيد يا المركز الثاني. قد اقترب. نعم، لأن لقد اشتغل الكاتش. رأيتم أين ضرب مسكين ذلك الشخص؟ والكاتش اب لقد اشتغل كذلك معي، لكنني لم أقم باستغلاله لأنني دفعت هذا الشخص الموجود في المركز. يا سلام عليك، لقد دخلنا وسط اللولب العجائب والغرائب. أحسنت، غير العجلات. ممتاز سأسبقه. رأيتم؟ لقد قمت بالغوص وسط الماء بواسطة هذه الدراجة. أحسن العمل. جيد جيد جيد. غير العجلات يا حبيبي، غير أسرع. مع الأسف شديد لقد قمت بتغيير العجلات بسرعة. هيا ممتاز. حسنا. لماذا هذا الشخص الموجود ورائي يجري أكثر مني؟ نعم، عنده البوست. إذا لاحظتم تلك الخيوط التي تمر قرب من العجلات، تلك الخيوط فهي تدل على الكاتشاب أو البوست، لذلك فإن الشخص الموجود ورائي اقترب من الوصول لي. حسنا هيا اتمنى ان يشتغل الكاتشاب معنا الان لكي نسبق هذا الشخص. احسنت احسنت، سبقناه. نعم سبقناه. سأمر من هنا على اليسار. جيد جيد. اقفز. ممتاز، قفزنا بشكل رهيب. هيا ممتاز، لقد اخطأ هذا الشخص. احسنت، اقفز. البوست. جيد، غير. ممتاز ممتاز. صراحة هذه السباقات عجيبة جدا، أول مرة أقوم بلعب هذا السباق في لعبة GTA 5. لا، مع الأسف شديد نسيت، لم أقم بقلب العجلات. كم من دورة كم من دورة؟ أنا الآن في المركز الرابع. ذلك الشخص حاول دفعي لكن لم يدفع سوى نفسه. هيا غير. صراحة هذه الدراجة مميزة جدا، أعجبتني كثيرا. وكذلك يا أصدقاء، أريد أن أشكركم على الدعم الرهيب في الفيديوهات السابقة. بسبب دعمكم الرهيب صراحة في آخر فيديو قمت بعمله خاص بالسباقات قررت عمل هذا الفيديو كذلك. تحياتي لكم. إن شاء الله سأستمر في عمل مثل هذه الفيديوهات، على الأقل يجب علي نشر فيديو واحد في الأسبوع خاص في السباقات، وبعدها إن شاء الله سنقوم بعمل تلك التجارب المميزة في GTA 5. لأننا صراحة قمنا بتختيم GTA 5. عندي كذلك فكرة مميزة لتختيم GTA 5 لكنها مخالفة عن باقي القنوات من الممكن أن أقوم بعملها، لأننا قمنا بتختيم GTA 5 مرارا وتكرارا وعرفنا أجواء القصة وحفظناها كذلك. لذلك يا أصدقاء، إذا قمنا بتختيم GTA 5 مرة أخرى فسيكون الأمر مميز. هيا المركز الأول الحمد لله. جيد البوست. ليتس جو. بوست ثاني. ليتس جو. هيا جيد. لا تضربني. جيد، لم يضربني الحمد لله. لاندير ات بويز. يا أصدقاء ممتاز. ليتس جو. هل وصلنا للنهاية؟
قفزة كانت عالمية. وصلنا للنهاية، المركز الأول. Let's go boys, let's go. المركز هاي. وعدت لكم مرة أخرى، هذه المرة بسباق سيارات الصاروخ. من زمان لم أقم بلعب سباقات سيارات الصاروخ، أعتقد بأن هذا السباق سيكون جميل جدا. هذا السباق فإنه يشبه لأحد السباقات التي قمت بها من قبل، لكن أعتقد بأنه جديد، أول مرة سنقوم باللعب فيه في القناة. هيا استعمل الصاروخ جيد، حسنا علي التركيز فقط. بوم، استعمل الصاروخ مرة أخرى. يجب عليكم يا شباب التركيز على تلك البار الخاصة بالصاروخ لكي تقوموا باستعماله دائما، لأنني عندما بدأت ألعب هذه السباقات الخطأ الذي كنت أفعله هو أنني كنت أنسى استعمال الصاروخ. دائما يجب عليكم يا شباب تذكر استعماله. والطيران مع الطيور. المركز الرابع، إن شاء الله سأستطيع الفوز على أولى الأشخاص لأنه منوبز. ابتعد ابتعد، جيد الحمد لله قد ابتعد. يا 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 جيد، اقفز اقفز، جيد جيد، طيرنا طيرنا طيرنا. بوم، صاروخ مرة أخرى، ابتعد عن الطريق. واو، ذلك الشخص لقد ضرب في مسكين، لقد ضربته مسكين، لكنني ليس باليد حيلة. يا 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 جيد جيد. يا 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 استعمل الصاروخ مرة أخرى، جيد جيد. هيا شاروخان، لن تستطيع الفوز. اوه لقد استعمل الصاروخ، احسنت. ليتس اوه نحن الآن نتعاند أنا وهو باستعمال الصاروخ. جيد، اوه لقد ضربني، شكرا لك، لقد اعطاني بوست. عندنا في هذا السباق دورتين، لذلك يجب علينا الحذر، وعليك كذلك التذكر دائما واستعمال الصواريخ. احسنت، جيد جيد، استعمل الصاروخ، طر 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 طر. يا 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 ممتاز ممتاز، جيد 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 جيد، احسن العمل. استعمل الصاروخ، جيد استعملته مرة أخرى مرة أخرى، جيد. اهرب اهرب عليه، هيا استعمله استعمله، جيد. واو، أعتقد بأن يجب عليكم سبام إي لكي تستطيعون استعماله يا أصحاب بدون أي مشاكل. جيد، لا لا لا، اصعد اصعد، لا مشكل، فقط السيطرة يا أصدقاء، فقط السيطرة مع الأسف شديد. اضغط على إف، اضغط على إف، مشكل يا أصدقاء مع الأسف شديد، لقد أخطأت هذه المرة. لحد الآن لازلت في المركز الثاني، لكن صاحب المركز الأول لقد هرب علي. أعتقد بأنني أخطأت عندما ضغطت على F لكي أقوم بإعادة السباق، لكن الحمد لله على الأقل عندي الآن سيارة جديدة. جيد، صاحب المركز الأول فهو موجود أمامي. أعتقد بأنني اخترت كذلك في الكاتشاب أون لكي أستطيع اللحاق به. آه ولقد رأيته، هو موجود أمامي، علي فقط اللحاق به، بيني وبينه 5 ثواني تقريبا. جيد جيد جيد، أحسنت، طيرنا في السماء الحمد لله، ممتاز. هيا أعتقد بأن هذا السباق يا أصدقاء يحتاج لشخصين، أنت وصديقك. صديقك يقوم بالضغط على إي عندما يمتلئ الصاروخ وأنت تركز فقط في السياقة. هذا السباق يحتاج لشخصين. هذه اقتربت اقتربت من الوصول له، جيد جيد ممتاز ممتاز ممتاز، هيا ممتاز ممتاز، أسرع أسرع، جيد جيد الحمد لله، حصلت على البوست. بالنسبة لذلك البوست فإن سيساعدكم كثيرا لكي تحصلوا دائما على التيربو أو على قوة الصاروخ. جيد، أنا في المركز الأول، ممتاز، لقد أخطأ، أحسن العمل، لقد أخطأ ذلك الشخص. جيد الحمد لله المركز الأول، نعم لقد أخطأ، بيني وبينه 3 ثواني، هو موجود ورائي مباشرة. هيا جيد جيد، أسرع، اصعد اصعد، ممتاز اصعد، جيد، احسننا احسننا. الصاروخ الان سيستمر في الاشتغال، مركز الاول، جيد احسننا العمل. هيا وصلنا للنهاية، هنا هو الشخص، هو موجود ورائي مباشرة. جيد جيد وصلنا للنهاية، اسرع اسرع،
استعمل الصاروخ، استعمل الصاروخ. ليتس جو بويز، المركز الاول مرتين على التوالي. الحمد لله يا اصدقاء، يو فينيشد فيرست. المركز الاول مرتين على التوالي، اعتقد بان مستواي كذلك ارتفع. نعم لقد ارتفعت، اصبح مستواي الان 499. المركز الاول جميل جدا. وقبل ان انهي الفيديو اريد ان ادخل للانترنت فقط لكي ارى ثمن احد الدراجات التي قامت شركه روكستار جيمز باضافتها في احد التحديثات. ترافل ان ترانسبورت اعتقد هي موجوده هنا في الليجندري موتور سايكل. هناك تخفيضات كثيره جدا على السيارات، هذه السياره فهي جديده كذلك، قامت شركه روكستار جيمز باضافتها. هناك تخفيض بالنسبه للدراجات، نعم هذه هي الدراجه يا شباب التي استعملها احد الاشخاص وكانت سريعه جدا. انتظروا ارى توب سبيد. واو الاكسيليريشن ممتلئه فيها يا اصدقاء، اعتقد فهي مميزة كثيرا. ساقوم يا شباب بشرائها، عندي تقريبا 2 مليون دولار، اعتقد بانني ساقوم بشرائها يا اصدقاء لانها اعجبتني كثيرا. اوردر، ساضعها في الاكليبس تاور. جيد لقد قمت بشرائها يا اصدقاء، ستصل الدراجة الان لمنزلي في اي لحظة. الامر جميل جدا، ان شاء الله في الحلقة القادمة سنقوم بعمل كاستميزيشن لها. وبهذا اعتقد بانني ساقوم بانهاء هذا الفيديو. اذا اعجبكم فلا تنسوا قوموا دعمنا بالضغط على زر لايك، واذا كنتم يا شباب كذلك تريدون فيديوهات اخرى خاصة بجي تي اي اونلاين فقولوها لي، مثل السباقات، مثل مثلا تلك المهام الى اخره. وبعدما ذكرت لكم هذه الامور ساودعكم الان. شكرا لكم على الدعم الرهيب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.